هاي بنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتو عم تشوفوا هالفيديو وتكونوا كتير مبسوطين، لانه لاحظت انه انتو حبيتوا فيديو كلام من القلب الى القلب، فقلت وطلبتوا مني كتير انه كرروا واعمل فيديو تاني عن هيدا الموضوع، فقلت ليش لا. بس هالمرة مثل ما شايفين بالعنوان في سؤال بهالفيديو. هالفيديو دائما هيدا السؤال اللي بهالفيديو أكيد جذبكن، وأكيد صرتوا فضوليين لتعرفوا شو جواب هالسؤال، أو حتى أنتوا هالسؤال بتسألوا حالكن كتير. أول شي، قبل كل شي، كل حدا عم بشوف هلأ هالفيديو هو بجنن وهو جميل، أجمل الجميلين بالعالم، لسبب واحد. سؤال واحد رح أسألكن إياه وأنتوا رح تجاوبوا على حالكن. مين اللي خلقكن؟ مين؟ مين اللي خلقك؟ مين اللي عطاك هالعيون وهالأنف وهالتم وهالشعر وهالإيد وهالرجل وكل شي وهالعقل؟ مين؟ هيدا هو جواب سؤالك، هيدا هو جواب سؤالك. الله، الله اللي هو أجمل جميلين الجمال وملك الجمال وهو الجميل ويحب الجمال، فكيف بدكن؟ رب بيحب الجمال ما بيصنع شغلات جميلة، حاشا لله. هيدي أول شيء. تاني شيء رح أعطيكم مثال صغير كتير صغير، والأمثال تضرب ولا تقاس، الأمثال تضرب ولا تقاس، يعني أنا عم مثال، أوكي؟ سو بلا التعليقات إنه تحكوا كتير، هو مثال. لما بيكون في أب حلو وأم حلوة، أب حلو كتير أم حلوة كتير، بيتزوجوا بيجيبوا بيبي، هالبيبي اللي رح يجي قدي رح يطلع حلو؟ دائما بيطلع بجنن، بجنن، لأنه أمه حلوة وأبوه حلو، فأكيد بده يطلع بجنن. فلهيك أنا بدي لكم، ما بالكن إذا ربكن جميل، إذا اللي خلقكن جميل، إذا اللي صوركن هو جميل، كيف بده يخلق شيء مش جميل وهو بحب الجمال؟ فهيدا أول شيء بأكد إنه أنتوا حلوين، هيدا أول شيء بأكد إنه أنتوا جميلين. بس أوقات بتتشتتوا بالعالم اللي حواليكن، اللي بيأثروا عليكن، اللي بيخليكن يا أما ليكو، في شغلتين بيأثروا عليكن اللي أساسهم إنه أو هن السبب إنه بيقللوا ثقتكم بحالكن، فتضلوا تتساءلوا هالسؤال كتير. أول سبب إنكم بتتأثروا على الشغلات اللي حواليكن، سبب الشغلات اللي بتسمعوها، وتاني سبب الشغلات اللي بتشوفوها حواليكن. سو كله عن اللي حواليكن. فدائما حاولوا تحوطوا نفسكن بشغلات إيجابية وتحاكوا نفسكن بطريقة إيجابية، يعني دائما وقفوا قدام المراية وقولوا لحالكن أنا إنسان حلو، أنا إنسان ذكي، أنا إنسان رح أنجح، أنا رح أحقق حلمي. أوكي رح أقع مرة واثنين وثلاث، هلأ الدنيا عندي مشاكل، هلأ ما حد عم بيساعدني، كله ضدي، كله موقف بوشي، أنا حزين، أنا تعبان، أنا مقهور، أنا 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 أنا, أنا, أنا. بس هيدي كلها في يوم من الأيام رح تلاقي إنه خلصت وبلشتي صفحة جديدة من حياتك. امتى؟ قريبا، طالما عندك امل بالله. طب كيف تتخلصي من هالشغلات اللي حواليكي؟ دائما هالشغلات بتكون ناس بيحكوا حواليكي او ناس بتشوفيهم حواليكي، مش ضروري حواليكي من العالم اللي بس تعرفيهم، في عالم كمان بتشوفيهم على الانستغرام وتويتر وعلى اليوتيوب وعلى التلفزيون من مشاهير ومن كل. اول شيء بدي لك يا انه هدول فنانين وفنانات اللي انت عم تشوفي صورهم بالانستغرام وتويتر والتلفزيون وكل هالمكانات، هدول حياتك أحسن مليون مليار ميت مرة منهم. أول شي ليش؟ لأنه هنا بيتمنوا يكونوا على طبيعتهم لمرة والعالم ما تنتقدهم بهالشكل. صدقوني اللي بيدخل هيدا المكان ينتقد كتير، إن كان منيح ولا مش منيح. في عالم مريضة، في عالم ما بتفهم، في عالم تعبانة، في عالم عنده مرض، بتجي بتفوت بتشافي مرضها أو بتفش غلة عندك، تطلع أمراض النفسية عندك. فهيدا أول شي هن حرام، يعني أنتوا أفضل منهم فيه. تاني شيء هدول يعني اذا بحطوا وشهم الحقيقي بالانترنت او باي مكان رح العالم كلها تنتقدهم، لان العالم بدها تشوفهم على طول بصورتهم اللي طلعت على التلفزيون وبصورتهم اللي طلعت على الانستغرام، ما بيتخيلوا ان هن بشر عاديين. كمان هدول الناس حتى جسمهم بيعملوا له ميك اب، سو تخيلوا. وهيدا شيء عن تجربه انا شفته حقيقه، يعني حتى الجسم ما تفكروا انه هلا هي هيك رقبتها عاديه وايديها عاديين، حتى ايديها واجريها وجسمها كله يحطوا له ميك اب، بنت كانت او شاب. صدقوني هيدا الشيء عم بحكيكم اياه عن تجربه، سو ما تضحكوا او تقولوا لا عن جد. فهيدا اول شيء، فدائما ما تقارني نفسك بشيء على الانترنت،
ما تقارني نفسك بفلانة اللي على الانترنت او بفلانة المشهورة او بالفنانة الفلانية او هاد الفنانة انت انسانة سبيشال، انت انسانة خاصة، عندك شغلات خاصة ما في مثل عند البشر. كيف؟ هلا مش انت عندك بصمة اصابع بس لإلك؟ الله اللي خلق لك هيدي بصمة الاصابع اللي بس لإلك اكيد خلق لك اشياء تانية كتير وشغلات تانية كتير بس لإلك، بس انت ما اكتشفتيها. ما بعرف ليش ما اكتشفتيها، وما بعرف شو اللي منعك انك تكتشفيها، وما بعرف يمكن ظروفك، يمكن الاشياء اللي مريتي فيها، يمكن تعبتي كتير، انا معك، بس في كتير اشياء وشغلات رح تكتشفيها بالمستقبل رح تخليكي مذهولة انه هالقد انا اهدرت هديك السنين من حياتي وانا ما بعرف قديش انا موهوبة بهالشغلة. لهيك بدي اطلب منك تركزي بالشغلات اللي عندك هلا وتحاولي تلاقي الشيء اللي بيخليكي مبسوطة، تحاولي تلاقي الشيء اللي انت موهوبة فيه وتطوري حالك فيه، وصدقيني يوم من الايام رح تكوني كتير كبيرة بهالشغلة ورح تكوني كتير ناجحة بهالشغلة. انا عم بحكيكي من قلب لانه عن جد عم شوف عالم عم يتأذوا من هالشي، وهذا الشي بيقهرني وبيخليني بدي ابكي. تاني شي، الشغلات اللي عم تسمعوها حواليكم ما تهتموا لها، يعني بشيكي حدا بقلك انت عينك مش حلوة، عيونك مش حلوين، شعرك مش حلو، انفك مش حلو، تمك مش حلو، سنانك مش حلوين، مين هو اللي يقلك هيك؟ طب اول شي طلع على حالك، انت مثالي لتحكي هيك مع هاي الانسانة او مع هاي الانسان؟ لا. سو صدقوني اللي بيقولكن هيك بيكون هو من فوق لتحته كله أغلاط، بس هو مش شايف حاله، بس عم بشوف العالم. ليش؟ هو عم بيهاجم العالم قبل ما يهاجموه، يعني فهمانين الشخص اللي بيكون كله عيوب بس بيجي بيذكرك بعيوبك. ليش؟ مشان يعني يضعفك لحتى انت ما تذكري بعيوبه. خلص هو هاجمك فهو قوي، فإذا أنت حكيته أي شيء عن عيب فيه، إذا أنت ذكرتيه بأي عيب فيه، هو رح يرجع يهاجمك أكتر، فأنت بتصير عندك خوفة. فهمتي كيف؟ هدول هن العالم اللي بيكون عندهم عيوب كتير بيجي بيهاجمونا. أنا بدي أقولك كيف تتخلصي من هدول العالم. لما يجيكي حدا لمثال يقولك والله ينو أنت شعرك، مين قالك تصبغي هاللون؟ شعرك أبدا مش حلو. تعرفي شو بدك تقولي له لحتى تسكتي ولحتى يعرف إنه هو غلط بحقك وما لازم يعيدها؟ انا لو مكانك بقول له لا، عن جد مين قال هالشي؟ بالعكس انا شعري احلى لون، احلى لون بيطلع علي هو هاد، وانا كتير بحبه ومستحيل غيره. شو مفكر يعني رأيك رح يغير فيه شغلات؟ لا، كوز انا رأيي المهم. لما تقولي له هيك رح يعرف انه انت واثقة من حالك. سو ما تسكتي عن حقك وتفكري، او انت كانسان اي حد عم يشوف هالفيديو ما تسكت عن حقك لما بيكون فيك ترد، لحتى تثبت وجودك ولحتى تثبت شخصيتك ولحتى تعرف كيف انت تجاوب. ومع الايام، اول ايام اول اوقات رح تجاوب اجوبه مش صح، رح تلاقي انه انت مش عم تعرف تحكي مزبوط، مش عم تعرف تجاوب مزبوط، بس كل ما مارست هالشي وكل ما دافعت عن حقك وجاوبت العالم بشغلات حق وعرفت كيف تحكي وما تخلي نفسك ضعيف ومهزوز قدام الناس، يوم ولا يوم رح تكون كتير شاطر بهالشغله وما حدا رح يغلبك، ما حدا رح يقدر اساسا يكسر. كتير بتجيني أسئلة كيف أنت واثقة من حالك لدرجة أنه فتحتي قناة وصرتي يوتيوبر وريفر وهالأشياء كلها. ليكو أهم خطوة، أهم خطوة، أهم خطوة، أهم خطوة، أهم خطوة بالثقة بالنفس أنك تعرفي الله. كيف تعرفي الله؟ تعرف أنه رب العالمين خلقك فخلق فيك شيء مميز، وتعرفي هالشيء المميز وتستخدمي. فهمتي كيف؟ ومن أهم الشغلات المميزة اللي بحياتنا بتكون عادة هو العقل. الشعر عم بضايقني كتير، سوري، بس ما بعرف عم يجي حاسته على تمي وانا ما بحب هيك. فأول شي لازم تركزوا فيه انه تعرفوا الله وتعرفوا الشي المميز اللي عطاكم. يعطاكم كتير اشياء مميزة، لا ولو شي واحد، اذا لقيتوا شي واحد من الاشياء المميزة اللي الله ميزكم انتو بالذات فيها، صدقوني رح تعيشوا باحلى سعادة موجودة بالكون. بس نحن على طول ما بنشوف اللي بايدنا، بدنا اللي برا، بدنا اللي عنده. وانا واحدة منكم، ما بقولكم انه انا مثالية، بالعكس انا كتير بمر بلحظات بضعف وببكي وبنقهر وبنكسر بس برجع بقوم. ولهيك انا عم بعمل هالفيديو لساعد عالم تانيين ممكن يكونوا بمثل وضعي او كانوا بمثل وضعي، وساعدهم حتى يوقفوا ويقولوا يعني نحن قوايا ونحقق وفينا نصير وفينا نكون سبب لو حتى هالقد نتفه بهالشي. سو انكم تعرفوا انه الله ميزكم، هيدي اول خطوة باستقبال النفس.
تاني شيء انكم تشتغلوا لتكتشفوا هذا الشيء ولتطوروه ولتنموه ولتكبروه، هيدا تاني شيء. ثالث شيء انكم يعني تتظاهروا بانكم واثقين من نفسكم. كيف؟ بالإعادة، مثل ما بيقولوا التكرار 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 التكرار. يعني انت لما بتتظاهري انه انت واثقة من نفسك رح تبيني انه انا واثقة من نفسي، يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم رح تكون عادة، رح تكون شيء فيكي مثل اي عادة بنمارسها بحياتنا. مثل الميك اب، اول شيء بتبلشي به كونسيلر، بعدين بتجي على الاساس، بعدين بتجي على الحمرة، بعدين بصير خلص ميك اب عادة. انا بالنسبة لي الميك اب كتير شيء متعودة عليه، انا ما في اتركه من حياتي، بحبه كتير ولهيك ابدع في اوقات لما بحطه واوقات لا، فانه شيء بحبه. فهيك انت خلي التكرار بس، يعني انك تمثلي انك انت واثقة من نفسك كتير. كرري هالشي، كرري 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 كرري، مع التكرار رح تلاقي انه انت صرتي واثقة من نفسك، وصلتي للحظة انه انت ما تلسلي، ما في حدا يحكي معك بطريقة مهينة لإلك، رح ترد عليه برد يسكتوا، فانت واثقة من نفسك خلص، انت عندك ثقة. حتى لو اجا واحد وقالك انت بشعة، انت ابشع انسان بالعالم، رح توقفي بوشه وتقولي له لا انا حلوة، انا حلوة غصبا عنك، انا حلوة لانه الله خلقني، انا حلوة لانه انا في مش انت اللي حطيت قواعد الجمال، ما في حدا بهالكون حط قواعد الجمال، نحن البشر اللي صنعنا شيء اسمه العيون الخضر والعيون السود والشعر الاسود والشعر الاشقر واللون الاسمر واللون الابيض، نحن البشر اللي صنعنا هالشيء، والا نحن كلنا حلوين، وكل وحدة او واحد رح يلاقي نصفه الثاني اللي رح يكمله ورح يرتاح معه ورح يحبه. ولولا تخالف الاذواق لباظت السلع، مثل الثياب، ممكن ذوقي ما يعجبك او ما يعجب غيرك، او ذوقك ما يعجبني ما يعجب غيري، فهيك هي الدنيا. فرب العالمين خلقنا متفاوتين بجمالات متفاوتة او بنسبة جمال متفاوتة لحتى نكمل بعض، صدقوني هذه هي الحقيقة. فكل واحد مننا حلو، كل واحد مننا جميل، كل واحد مننا بجنن. لهيك هيدا اللي كان بدي اياكم تعرفوه، ما بعرف حسيت انه لازم احكي هالشي، حسيت انه لازم دردش معكم، ما عندي هيك فكرة خطرت لي وحسيت انه لازم احكيها. اذا عندكم اي شيء حابيني احكي عنه اكتبوا لي تحت بالكومنت هالشيء اللي حابيني احكي عنه. وانا بحبكم كتير، ومن هول الفيديو الجاي رح اشتاق لكم كتير. واذا انتم ناس جداد بقناتي بليز اعملوا سبسكرايب اشتراك للقناه مشان تشوفوا الفيديوهات الجايه. بس حطوا لايك الفيديو اذا حابين هيدي الفيديوهات اللي بحكيكم فيها بدون اي شيء، مجرد بفتح الكاميرا وبحكي. وانا حاطه ميك اب كثير هلا لانه كنت عم صور فيديو، فهلا اجتني الفكره ودغري فتحتها. ف ما بعرف يمكن ما اعمل اي اعداد لهالفيديو، فلانه انا بحب هيك نزلهم بدون اي اعداد. وبحبكم كثير عن جد من قلبي، واعرفوا انه انتم بتجننوا جميلين. كل حدا عم بيشوف هلا هالفيديو هو جميل جميل جميل، روحا واخلاقا ومبدا وكل شيء، كل شيء كل شيء فيك حلو، بس لو تؤمن بنفسك وتثق بنفسك رح تكون لسه احلى واحلى، رح تعرف قد انت حلو. انا مش عم هلوس، مش عم احكي هيك بس لانه بدي اياكم بس تحبوني او لا، هذا الفيديو عن جد هيك هيك حكي ليكو. اساسا ممكن يكون حكي بلا معنى بالنسبه للبعض، وممكن البعض يوصلوا الاحساس اللي بهالفيديو اللي انا عم حاول اوصله لكم، بس عن جد انتم بتجننوا. لك في كتير اشياء انتو هادرين بحالكم بانه انكم عم تطلعوا هون وهون، وهاد شو قال وهاد شو حكى عني، وانا قصيره وانا طويله وانا مش حلوه وانا مش شاطره وانا مش ناجحه. مش ضروري تكوني عبقريه برياضيات لتكوني ناجحه بالحياه، في كتير اشياء ثانيه ممكن تساويها. ومش ضروري اذا كنتي شاطره كتير برياضيات تكوني دكتوره، ومش ضروري ما فيك تكوني دكتوره اذا ما كنتي شاطره برياضيات. وما بعرف ايش علقت على الرياضيات، بس يعني كمثال انه بشوفوا معضله العالم يعني الكبرى. ف مش ضروري، في كتير عالم مختلفين بهالحياة، لازم نتقبل بعض. والأهم من هيك إنه ما تجرحوا بعض. بتمنى من كل حدا عم بيشوف هالفيديو ما يجرح شخص تاني، لأنه رح تلف الأيام ورح تلف السنين. ممكن إذا أنت هلأ عندك شي عم تتباهي فيه جمالك، ممكن يوم من الأيام تعملي حادث يروح جمالك. شو ضل؟ ضل الشي اللي حكيتيه موجود، غير إنه مسجل بصحيفتك وبكرة رح تتحاسبي عليه، كمان هيدا الشي موجود للإنسان اللي قلتي له، فرح يجي ورح يردلك إياها، ومعه حق بصراحة، معه حق إذا إجا وردلك إياها بكلام أقبح من الكلام اللي قلتي له إياه، لأنه أنت جرحتيه بلحظة ما، فهو بشر أكيد بده يعمل نفس الشيء، ومو كل البشر خيرين، ومو كل البشر في عندهم
خير بقلبهم، ممكن يحقد عليكي، فأنتي ما تقولي شيء أنتي مش قده، وما تقولي شيء يجرح المقابل أيا كان، إذا كان رح يأذيكي أو مش رح يأذيكي، لأنه إذا هو ما أذاكي رب العالمين رح ياخذ له حقه ورح يأذيكي أو رح يأذيكم. فبس بحبكم كتير كتير كتير، وبتمنى لكم مشاهدة سعيدة، و عن جد من قلبي بحبكم. بس باي باي.